الكره قطعت مسافه 7 دقائق 40 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا سالم بسعيد لبنان السويدي المركز الثاني الشايبة، الثالث المشاهدي الكرام اللي قطعت مسافة الـ5 كيلومترات في 7 دقائق 40 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجنة الرياسة، تهانينا عيسى بن أحمد بن ماجد الخيري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم في هذا الصباح المميز، أحييكم مع هذه المنافسات لأشواط أصحاب السمو الشيوخ. على البركة والتوفيق انطلق هذا الشوط الثاني عشر الذي يحمل في طياته 37 اسما لامعا يبحثن عن الفوز وعن التحدي. الله 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 الله، يا هذه الشعارات القوية، ما هذه الشعارات التي تبحث دائما وأبدا عن التحدي والفوز والانتصار. مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع هذا الشعار الأحمر في مقدمة هذا الشوط، هنالك شواهين المملوكة لهجن الرياسة، عملية تضمير شواهين عند السيد عيسى بن أحمد الخيالي. رأينا النقاط لهذا الشعار المتميز في هذا الصباح، ويبحث كذلك عن انتصارات مستمرة. انتقل بدوري الى المركز الثاني، هنا سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة في المتابعة والتضمير، بينما شواهين على المركز الثاني وعينها على المقدمة المملوكة لهجن العاصفة، والمتابعة المستمرة من السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير. بينما يأتي دور المركز الثالث، هنا لكريمة المملوكة لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن ماجد الخيالي، وكذلك الظبي بنفس الشعار ونفس المضمر ما شاء الله. بينما دور المركز السادس، هنالك القوة والإثارة من قبل الظبي المملوكة لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن حمد بن غدير. اكتفي بهذا العدد واعود عند المقدمة، الـ300 متر النهائية، الـ300 متر الاخيرة، الـ300 متر التي تفصلنا عن الناموس. راح يا مضمر سرابة، غادرت سرابة، غادرت بالناموس المملوكة لسمو شيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. الله 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 الله، الملاحقة من هجن الرياسة، الشعار الاحمر قادم على المركز الثاني، ولكن خلاص السلام والتحية للمالك سرابة ولمضمر سرابة. هذه لحظات الوصول ايها الاخوة الكرام، سرابة لا سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الثاني، المركز الثاني لهجن الرياسة، ثالثا لهجن الرياسة، تضمين عند عيسى بن احمد الخيري. المركز الرابع، المركز الرابع الظبي لهجن العاصفة، خامسا شواهين لهجن العاصفة. هكذا التحدي، هكذا اللحظات القوية، تحدي وناموس وإثارة ومتعة ما شاء الله. رأينا سرابة ولحظات التوقيت الزمني 7 دقائق 41 ثانية و4 أجزاء. سرابة، التهني لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهني لمضمره السيد سالم بن سعيد بن منانة. بينما المركز الثاني، المركز الثاني أيها الأخوة الكرام كان من نصيب ريمة لهجن الرياسة، والتهني لعيسى بن أحمد الخيلي، التوقيت 7 دقائق 41 وجزءا واحدا من الثواني. بينما من احتلت المركز